عمادنا مال داون بلوك اللي هي تعزل الرطوبة. بعد ما نظفنا المكان وجهزناه راح نستخدم الداون بلوك ونشرحلكم على الخبط مالته. هاي مادة سائلة وهاي مادة اسمنتية، تقدر تستخدم نص يد، ومن يصير عندك مساحات تقدر تستخدم السيد كامل. السيد تقريبا يمد لك من 18 الى 19 متر. هذا من تستخدمه تخبطه بالدريل من الدريل نص يد او السيد كامل كل الديره، تخبطه بالدريل لمده دقيقه او دقيقتين ويا غلاصين مي مال شعبيه مال هذا الزمن الديره، وبعدين بالدريل لمده دقيقتين وتجي تستخدمه. راح نسوي لكم عليه فيديو ونخلص الخبط اكثر. هسه حاليا بنحط المادة السائلة. أنا ما عندي مساحة كبيرة فاستخدم ربع سيت، ربع سيت كلش كافي. ندير وياها المادة الإسمنتية باول. هاي بالتفصيل اشرح لك اياها. وراها تخبطه بالدريل وتشتغل بيه بالفرجه. وراها تقريبا يوم ثاني يوم تجي حتلقى عليه مصلبه صار صب، تجي تخمر وراها وينتهي الموضوع اقطع. هسه حاليا بلشنا ننطي الماده مال داون بلوك، ربطناها ننطي المكانات اللي بيها تسرب كانت هون وياه واللي بيها رطوبه. طبعا هاي راح تحميك من الرطوبه ومن الاملاح، من اي تسرب يصير عندك داخل الجدار. هذا اندر جراوند احنا نشتغل فيه، لا يقطع عندنا كل رطوبه والاملاح بواسطه الماده مال داون بلوك. شوفوا راسا يقطع يا باس عندك، بس احنا ننتظر 24 ساعه. بدا يقطع يا باس هسه الماده مال داون بلوك اللي طيناها، بس احنا نريد ننتظر 24 ساعه تتصلب بشكل صحيح بعدين نصلحها ونصلحها. ما انسى الموضوع مره طويله.